لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بالسلاح هم اللي اشتغلوا. نتحدث عن 150 ألف لاجئ وما احنا خليهم. واللاجئين دول قصة أولاد ويشتموا الناس في الفيسبوكات ما بتديهم مخرج. المخرج الوحيد هو تسليم الرقم الوطني المرد كواحد من أدوات الفساد اللي كانت استشرت في هذا البلد والاستلموا يرجعوا للسجل المدني ويخشوا مواقعهم في المعسكرات. مش يخارجهم سلام جوبا ولا يخارجهم هناي لانه كلاجئين. خليه يعيش كلاجئين. اصلا ده موقف. لانه الجنسيه السودانيه الزول كان داير يطلع يكون عنده عمه وابوه وجده. لكن الهبل الجات بتاعت اسمها المتجول ده. المتجول يا اخواننا وزير معين اصدر قرار امر بهذا الشكل وخالف قوانين السودان. وافتكر انه الحكومه الفاتت بتفتكر انه الدير يمكن يكتبوا له زياده عمر. دير وقد يخشوا البلد بدون شهود بدون هناي ووزيرهم ده اصدر الامر ده تمد لهم العمر الى يوم القيامه. ولكن الأعمار بيد الله. السلطة بيد الله، في الروح بيد الله، كل شيء بيد الله. لكن أنا أفتكر إنه ده واحدة من الحاجات إن إحنا أصلاً في الحكومة الفاتت قلناه والآن نقول وبكرة نقوله ونفتكر دي قضية الشعب السوداني وما قضية بتاع نزاعات قبلية. ونرجو من كل الوطنيين الخلص أن يقفوا موقف موحد وقوي جداً لأن يكون السودان للسودانيين. والذي الروح بيد الله، كل شيء بيد الله. لكن أنا أفتكر إنه ده واحدة من الحاجات إن إحنا أصلاً في الحكومة الفاتت قلناه والآن نقوله وبكرة نقوله ونفتكر دي قضية الشعب السوداني وما قضية بتاع نزاعات قبلية. ونرجو من كل الوطنيين الخلص أن يقفوا موقف موحد وقوي جداً لأن يكون السودان للسودان. والله سال يقولوا النظام الفات وكذا هناك، لكن الناس دي حقيقة نفس الشغل ونفس يعني
كيف تستقطب مجموعة؟ تستقطب مجموعة عشان تحارب بها مجموعة. الحرب ده وقد يجي للحقوق وللبلد وللأرض ما حنقف وقته فيها. خلي يضربونا نموت واقفين، مش حنموت جارين ولا حاربين ولا يلاحقون، نموت واقفين. الشيء الثاني احتلال لأرضنا يا أخوانا، يا أخوانا مسار الشرك ده، لأن احنا في شنو ذات الوقع في الشرك، في شنو في حرب بتاع جبهة الشرق وقعوا سلام وما تنفذت كلها، تنفذ جزء جزء ما تنفذ، لكن مسار الشرق ده شنو نحن ما فاهمين لغاية يعني. والقائدين نؤمنوا، والآن هل تنفذ هل نزل تحت أخوانا؟ نحن نرجو من الجنوبيين ونرجو من الحكومة أنه ونرجو من الجبهة أنه تفرض لنا واقع عشان يضيع حقوقنا وحقوق أجيالنا وتولوا غيرنا منطقتنا وأقليمنا. والله دي إلا نحن كلنا حنموت وهننتهي. نقول نحن حيين دي ما بتجي. أنا عندها عقوبة ما عندي مسؤولية وما عندي مشكلة طبعا، لو داني أرمي بكرة مستعد ما عندي مشكلة، لكن التمكين الضرب البلد والآن حكمة بالبلد، التمكين بتاع التجميل الجهات اللي تكون معارضة لنظام السياسة الفردي أنه يبني جزء من الوجود الأمنية بتاع البلد. أصلا ما داير أنه الناس يصلوا للحتة دي عشان يمكن يكتبوا سايه، الكتابه دي اصلا خلوها امانتكم محفوظه. يكتبوا في واتساب، يكتبوا في جدار، يكتبوا في وشهم، الكتابه دي اصلا ما اشتغلوا بها. لانه نحن وقد جيناكم هنا قبل ما نبدا اي تفاوض وكده، جينا هنا عشان نكلمكم اولا، لانه قال ما دام استقرار للسودان، ما دام وحده للسودان، ما دام هناك. نحن والله رجال رجال، القبض ما بنخاف، الضرب ما بنخاف، الموت ما بنخاف، لكن دايرين نعيش في سودان جديد، سودان جديد يحبس حقوق الناس، ما يقعد في رقبتين مجدي من الجاي اللي وين ما عرفوا عشان يصدر له قرارات. لا ما ما من أراد الاستقرار ومن أراد وحدة السودان ومن أراد أن نكون إخوة، ما في حد يتعالى علينا، ما في حد يتعالى علينا. والآن نحن الناس الحاجة المقتنعين بها، لو متنا فيها نبقى شهداء. دي أصلا هم يقولوا عشان يضيفوا في الدين، يقولوا كيزان كيزان، نبقى كيزان، نبقى عباريك، نبقى فنادق، نبقى ما عندهم شغل، هم ما عندهم شغل. هو الزول ملحد، انا اقول لك انت كوز ولا مسلم؟ انا مسلم، ابقى كوز ولا انا بشتهد بؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام وبؤمن كل الرسالات، واصلي واصوم وازكي وادافع عن الدين. I'm gonna go to the hospital.